بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمه الله تعالى ورضوانه على الصحب الكرام المنتجبين السلام عليكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه كربلاء الفضائيه ورحمه الله تعالى وبركاته نحييكم اطيب التحيه ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامج افلا يتدبرون القران عنوان حلقتنا لهذا اليوم مطالب الكفار ولا يزال حديثنا عن ايات سوره الاسراء بقي للاخوه والاخوات من الحلقه الماضيه ثلاثه اسئله للاخ عامر من بابل والاخت ام علي من بابل والحاج عزيز من السليمانيه ان شاء الله تعرف القسم الثاني بعد الفاصل وبعد ان نستقبل الاتصالات تاتيكم الاجابه اما موضوعنا في حلقه اليوم ان شاء الله تعالى فساعيد عليكم تلاوه الايات ابتداء من الايه الثامنه والثمانين من سوره الاسراء فيها بعض التكمله ثم ندخل في موضوعنا مطالب الكفار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا او يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين مرحبا بكم من جديد ايها الاخوه الاخوات. قبل اكمال موضوع التحدي الذي عرضه القران الكريم بوحي من الله تعالى على امه محمد صلى الله عليه واله اجمل لكم هذه المطالب اجتمع نفر من قوم النبي صلى الله عليه واله من كفار العرب ومن مشركيهم منهم الوليد بن المغيره ابو خالد منهم ابو جهل منهم ابو سفيان فلان فلان مجموعه من اعيان قريش وسائر العرب في تلك المده الزمنيه، وقالوا يا محمد طبعا بعد ان اظهروا العجز واصبحوا عاجزين ان ياتوا بمثل هذا القرآن او ببعضه، قالوا عندنا مطالب اذا وفرتها لنا ولبيت طلبنا واجبتنا على مطالبنا نؤمن ولكن المطالب ليست سهله وكل مطلب يتلوه مطلب ويتفرع عليه مطلب اخر او مطالب. فبالجمله المطالب التي عرضوها على النبي صلى الله عليه واله وارادوا ان ياتي بها لتكون شرطا لايمانهم ودخولهم في دين محمد صلى الله عليه واله في دين الاسلام اولا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع الينبوع واضع عين من الماء تنبع لكن النبع فيها يكون قوي وينبوع يفعول من النبع العرب أحيانا تبالغ بصيغة فعول وفعال وفعيل ومفعيل ومفعال ويفعول فمثلا يعسوب الدين الإمام علي عليه السلام يعسوب الدين يفعول كذلك ينبوع مبالغة في النبع كثير النبع لأنه ما عندهم أنهار في تلك المنطقة قالوا نحن ما عندنا أنهار فنريد ينابيع يريد ينبوعا كبيرا بالمناسبة يوجد إلى الآن حسب علمي منطقة تسمى ينبع أو ال ال العين التي تجري فيها تسمى ينبع، هذا اسم مشتق من من الفعل من فعل العين او الينبوع الذي يجري ينبع اما في الاحساء او في بعض المناطق في الحجاز الى الآن تسمى ينبع وهي كذلك في كتب اللغه في التاريخ تسمى بهذا الاسم. لأنه تفجر فيها ينبوع، هل هذا قبل طلبهم من النبي صلى الله عليه وآله أو كان استجابة أه لما طلبهم يعني معجزة أيضا تحققت على يد النبي صلى الله عليه وآله لا أعلم لكن يوجد هذا في كتب اللغة والتاريخ موجود على كل قالوا نحن ما عندنا أنهار ونعاني من شحة المياه فنريد أن تفجر لنا من الأرض أه ينبوع سواء الذين قرأوا تفجر أو تفجر على المبالغة على الفعل الثلاثي من الارض الجافه اليابسه نريد ان تفجر لنا واصل الفجر والانفجار هو الخروج والانتشار، الخروج والانتشار ومنه الفجر لانه خروج من من العمود ثم ينتشر الضوء بعد ذلك ومنه الانفجارات اليوم لانه يخرج من القنبلة أو الرمانة اليدوية أو الشيء المعدل للانفجار يخرج ثم ينفجر فينتشر بعد ذلك هذا هو الأصل وفجرنا الأرض عيون في طوفان نوح صلوات الله وسلامه عليه وسلم أيضا بدأ الماء ينتشر وغطى الأرض ملتقيا مع ماء السماء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالشرط الأول قالوا نريد أن تفجر لنا ينبوعا ونشرب منه ونسقي مواشينا هذا الشرط الأول الشرط الثاني أو طبعا هذا في ظاهره التخيير لكن لا يعني هو تفصيلي كما تقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف هذا ليس اختيار كما تقول كل خبزا او تمرا انت مخير لا هذا تفصيل عطف تفصيلي او تكون لك جنه من نخيل وعنب جنه عظيمه طبعا الجنه في لغه العرب البستان البستان هو اللفظ الفارسي والجنه هو اللفظ العربي لانها تجن وتستر تجن وتستر الداخل فيها او الارض التي تحتها، ومنهم قيل للجن، جن لانهم مستورون لا يرون، وبعد ذلك شاع في الاستعمال ان الجنه في الاخره والبستان في الدنيا، لكن الاصل في لغه العرب البستان هو الجنه. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب عظيمة بحيث يعني نريد فيها مواصفات، وهذه الجنة لا تكفي وحدها حتى نريد أن تفجر الأنهار خلالها تفجيرا، نريد أنهار تجري خلال هذه الجنة وتسقي عنبها ونخيلها، طبعا ذكروا النخيل والعنب لأنه اشهر الفواكه في ذلك الوقت والى اليوم ولذلك النخيل ونوع من العنب وهو الزبيب من الغلات التمر والزبيب من الغلات وهو يعد يعني ماده غذائيه مفيده صحيا وايضا ماده غذائيه تكفي لوقت طويل يستغني بها الذي ياكلها. فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا هذا الشرط الثاني أولا ينبوع ثانيا جنة وليس جنة فقط من نخيل وعنب لا نريد أن تفجر خلالها الأنهار تفجيرا وتكون الأنهار جارية كأنها متصلة ببحر أو تنحدر عليها المياه من الجبال أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا يعني قطعا لانه مما آآ آآ يعني انذر الله تعالى به الاقوام ومنهم امه محمد صلى الله عليه واله ان يسقط عليهم السماء او ان يخسف بهم الارض وبالتالي لا تبقى لهم سماء يستنيرون بها وتحافظ لهم على حياتهم الطبيعيه ولا ارض مستقره تبقى لهم ارض مستقره يعيشون عليها أنا نجعل الأرض مهادا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة شرط الآخر أن تأتينا بالله تقول هذا الله والعياذ بالله في قبيلة مقابل لنا وهذا هو هؤلاء الملائكة جئتكم بهم انظروا هذا الله ولأنهم بجهلهم كما يرون أصنامهم محدودة أجسام ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى هكذا على أنه ينتقل ويغير مكانه ويتحيز في مكان تعالى الله عما يصفون أو تأتي بالله والملائكة قبيلة بدأوا يصعبون بدأوا من ينبوع عين تجري ينبوع جاري من الماء ثم ترقوا إلى الجنة والأنهار التي تفجر خلالها تفجيرا ثم صعدوا الى الله سبحانه وتعالى، صعدوا مطلبهم قالوا: او تاتي بالله والملائكه قبيله يكونون قبلنا قبالنا امامنا ننظر اليهم. وقبل ذلك ان تسقط السماء علينا قطعا قطعا. او يكون لك بيت من زخرف. نريد ان نرى لك بيتك بيت اعتيادي من البيوت التي اعتاد الناس عليها، بيت بسيط يعني. لا نريد لك بيتا من زخرف مزخرف مثل بيوت الملوك الـ الاقاصر القياصره والاكاسره وغير هؤلاء، يعني بيت يتميز عن سائر البيوت وفيه ما فيه. أو ترقى في السماء، تصعد إلى السماء وتنزل إلينا، وهذا الرقي والصعود لا يكفي وحده، ولن نؤمن لرقيك، حتى إذا صعدت ونزلت هذا ليس كافياً، حتى تأتينا بكتاب نقرأه، تذهب إلى السماء تصعد ترقى، وبعد ذلك تأتينا بكتاب نقرأه يدل على أنه من السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه هذه مطالبنا اذا فعلتها نؤمن لك ونريدها فورا من غير تردد ومن غير انتظار تبدا بالينبوع وتستمر الى ان تاتي بالكتاب فرد القران الكريم بعد ان عرض مطالبهم على النبي صلى الله عليه واله وخاطب نبيه الاعظم الاكرم صلى الله عليه واله فقال له قل يا محمد قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا؟ هل هنا بمعنى ما يعني ما كنت الا بشرا الرسول لان الاستفهام هنا يراد به النفي. مجاز استفهام مجاز يراد به النفي، هل كنت الا بشرا رسولا؟ ما كنت الا بشرا رسولا، انا من الناحيه الانسانيه والماديه انا بشر. لكن ميزتي عنكم انني رسول الله، ورسول الله يمتاز بالعصمه، يمتاز بالعلم، يمتاز بالاخلاق العظيمه والساميه، يمتاز، لكن هو ليس يستطيع ان يفعل كل شيء، هذا من شان الله تبارك وتعالى. هذا بالجمله، التفصيل ياتيكم بعد ان نعود الى عجزهم عن الاتيان، عجز الانس والجن. على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وهو قول الله تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقلت لكم من أسباب العجز نظم هذا القرآن. هذا النظم العجيب بحيث أنك لا تستطيع ان تقول هذه الكلمه يمكن ان انقلها الى ايه اخرى او ان هذا الحرف يمكن ان اقدمه او اوخر هذا الحرف بحيث لو اجتمع علماء العالم باجمع من الجن والانس والنقاد والادباء والشعراء والبلغاء والفصحاء منذ زمن نزول القران الكريم والى ان يرث الله تعالى الأرض ومن عليها ما يستطيعون أن يجدوا ثغرة أو خللا في القرآن الكريم بحيث يمكن تقديم هذا على هذا نعم هو لم يرتب حسب النزول من حيث المعنى بعض السور وضعت في غير بعض الآيات وضعت في غير موضعها بعض السور وضعت في غير موضعها ليس بحسب الترتيب لكن في الآية الواحدة في السورة الواحدة تجد أن هذا النظم القرآني ليس فيه أي اختلاف وليس فيه أي خلل لا من ناحية الفصاحة لا تنافر في الحروف لا يوجد حرف لا يلائم الحرف الذي قبله أو الذي بعده لا من حيث القياس اللغوي في الصرف الاشتقاق المصادر المشتقات اسم الفاعل اسم المفعول صيغ المبالغة الصفة المشبهة اسم الآلة اسماء, اسماء الزمان والمكان المصدر الميمي لا تجد أي مخالفة لقواعد اللغة بل جاء بأقوى وبأفصح الكلمات ومن ناحية التركيب النحوي أبدا لا يمكن أن تجد شيئا فيه خلل ولو كان فيه لتمسك به كفار العرب وقد كانوا بلغاء فصحاء أصحاب المعلقات أصحاب الخطب الكبيرة المشهورة الشعراء أذعنوا للغته وما استطاعوا أن يجدوا ثغرة فيه لا من ناحية التركيب يعني النحو ولا من ناحية الكلمة والفصاحة ولا من ناحية الجرس الموسيقي إذا صح التعبير والتناغم بين الكلمات زد على ذلك ما فيه من الاعجاز العلمي والاعجاز الغيبي والاعجاز النظمي وبحيث اذعنوا له وما استطاعوا ان ياتوا بمثله فلما اظهروا العجز بداوا يغيرون المطالب قالوا هذا ما يكفي عندنا مطالب اذا تحققت نؤمن لك يا محمد صلى الله عليه واله. ثم يقول تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. المثل تارة يستعمل بمعنى المعنى المعروف عند العرب وهي كلمة تقال في مناسبة فتصبح مثلا يطلق على كل مناسبة مشابهة. كما يقال قال ابو المثل او كما قال ابو المثل او في المثل العربي في المثل الانجليزي في المثل الكذا الفارسي واحيانا يراد بالمثل مفرد الامثال والامثال التي تضرب في القران الكريم هي امثال تحث على التدبر والتامل والتفكر يعني امثال إذا صح التعبير أمثال مؤسسة وليست منقولة عن 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 العرب أو عن غيرهم، لا، أمثال استحدثها القرآن الكريم كما في قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو مثل لكن هذا المثل ليس مجرد مثل، لا، يعني فعلا لو ان لو ان الله تعالى اختص جبلا من الجبال بهذا القران واوحاه اليه وانزله اليه لكان الجبل مرتعدا كما وصفه القران الكريم خاشعا متصدعا من خشيه الله وهذا ما حصل فعلا لما طلب قوم موسى من نبي الله موسى صلوات الله عليه وكليم الله قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، نريد ان نرى الله عيانا كما طلب قوم محمد صلى الله عليه واله. فقال ان الله لا يرى، ليس بجسم حتى ترى حتى تروا. قالوا نريد ان نسمع هذا الكلام من الله، ان يقول لك الله لن تراني. قال اذا رشحوا ننتخب من كل قبيله شخص يثقون به إذا عاد إليهم لأنه لا يمكن أن تذهبوا جميعا معي إلى الميقات فاختار قومه اختار موسى عليه السلام قومه سبعين رجلا كل رجل منهم يمثل قبيلة أو جماعة وجاءوا معه إلى مكان الميقات الذي يكلم الله تعالى به موسى عليه السلام وحذرهم ونصحهم وقال اتقوا الله وعليكم أن تؤمنوا بالله فإن الله تعالى هو خالقكم هو ربكم قالوا لا نعيد عليك نحن مكلفون من قبل أصحابنا نحن نمثل أقواما كل منا يمثل الجماعة فنعيد عليك مطلبهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ونريد منك أن تطلب هذا من ربك وأن نسمع معك أن الله تعالى يقول لك لن تراني قال طيب سأطلب هذا من الله وإذ قال موسى ربي أرني أنظر إليك فجاءه الكلام عن طريق الشجرة قال لن تراني لن أبدا يعني لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني كان الجبل إلى جانبهم أو أمامهم فعلق رؤية الله تعالى بمحال ولما كان المعلق به محالا كانت رؤية الله تعالى محالة إذا استقر الجبل فيمكن أن تراني في يوم من الأيام إذا استقر مكانه فإذا صار دكا وتغير الجبل ولم يصمد ولم يثبت في مكانه فاعلم يا موسى وعلى قومك أن يعلموا أنني لا أرى أبداً فسلط الله تعالى هذا شاهدنا شيئا من نوره من نور خلقه تعالى بمقدار ثقب الابره والقران نور وكذلك اوحينا اليك روحا من أم القران روح والقران نور فلم ينزل على الجبل قرآنا كهذا القرآن العظيم بل بمقدار ثقب الإبرة نزل على الجبل سلطه على الجبل فجعله دكا وخر موسى ومن معه أمواتا وخر موسى صعقة يعني القرآن في موضع آخر يبين أنهم جميعا ماتوا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم أفاق وأفاق موسى عليه السلام قال رب إني تبت تبت إليك أن أعيد هذا الطلب تلبية لقومي فبمقدار سم الخياط كما يعبر القرآن الكريم يعني الثقب الذي تحدثه الإبرة ما احتمله الجبل فكيف يحتمل أن يوحى إليه قرآن كهذا فمن هذا القبيل هذه الامثال من كل مثل ما ترك مثلا الا وضربه للناس وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره يا ايها الناس طبعا هذا ضرب مثل هذا الكافر الذي جاء الى النبي صلى الله عليه واله وبيده عظم بال وقال يا محمد من يحيي العظام وهي رميم ويا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له الأمثال كثيرة في القرآن الكريم وكلها تبعث على التأمل والتدبر والتفقه والإيمان بالقرآن الكريم وبرسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ولقد صرفنا والتصريف التغيير والتشعب ومنه تصريف النقود تأخذ الفئة الواحدة فتغيرها إلى فئات متعددة فتصريف الامثال ليست على جهه واحده، تارة تشمل خلقه اه عفوا خلقه الانسان، اه خلق الانسان، تارة تشمل خلق جميع الكائنات، تارة تشمل الرزق وما انعم الله تعالى على عباده، تارة تشمل اه السماء والأراضي السماوات والأراضين، تارة تشمل القيامة، يعني امثال متعددة صرفها الله تعالى بحسب المصلحه ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فابى اي رفض فابى اكثرهم فابى اكثر الناس الا كفورا لم يرضوا الا الكفور اما الايمان ابوه ورفضوه على الرغم مما صرف الله تعالى في هذا القران نذهب الى فاصل ثم نعود تابعونا مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير لي طينة لي طينة من أديم الآل قد جينت إن يفرحوا فرحت إن يفرحوا فرحت أو يحزنوا حزنت ان يفرحوا فرحت او يحزنوا حزونة نفسي وانفس اهلي بالولاه وفطرت لا عذب الله جدي يحب عليا، جدي يحب عليا حب مفتتني وجدتي حبها من اعظم السنن امي ترتله امي ترتله في السر والعلن وكان لي والد وكان لي والد وكان لي والد يهوى أبا حسن وصرت من ذي وذا أهوى أبا وحسن فصرت من ذي وذا فصرت من ذي ودا أهوى أبا حسني أهوى أبا حسن بعلي قلب تعلق دوم وهو وهو وهو, وهو, وهو وعلى اعتابه وعلى اعتاب أطيح بشوق وهو وهو الكعبة تشرف العباد هو وهو 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 شرف شرف للكعبة حمايل حميل, حميل مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد تظهر لكم الان الارقام على الشاشه وبامكانكم ان تتواصلوا معنا. وبعد هذا الرفض الاباء والرفض والاصرار على الكفر جاءت الايات التي ذكرتها لكم بايجاز تبين مجموعه من المطالب التي يريدون فيها احراج النبي صلى الله عليه واله وفي نيتهم ان لا يؤمنوا بدليل انهم قالوا او ترقى الى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تاتينا بكتاب نقراه من السماء. فاول مطلبهم او اول مطالبهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا وذكرت لكم ان الينبوع هو يفعول من النبع شيء أكبر من العين لكن لا يرقى إلى النهر ينبوع ينبع من الماء قد يتحول بعد ذلك إلى مجرى أو إلى نهر لكن هو كثير النبع يفعول يعني صيغة مبالغة ومنه اليربوع يفعول من الربع وليس صحيحا أن تقول جربوع بالجيم خطأ هو يفعول من الربع او من الربعة يعني الوسط معنا اتصال ام حيدر من بابل تفضلي شكرا جزيلا آه سوره ال عمران نعم الايه 34 اذ قالت امراه عمران نعم ربي اني نذرت لك ما في بطني نعم. محرمه فتقبل مني انك سميع عليم الى اخر الايه ليش نذرت لماذا نذر طيب لماذا نذر طيب نعم شكرا حياكم الله شكرا لكم شكرا لكم ان شاء الله بعد قليل اذا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا طبعا نصب الأفعال حتى حتى نعم تصال من كربلاء أبو عباس تفضلوا بل زحمة مرة سألتكم على الآية نعم ولا تأكلوا أموالكم بينكم وتدلوا بها الى الحكام، ما جاوبتوني قلتوا لي نعم جاوبتكم آه جاوبتكم لكن ظهرا ما سمعتوا والله انا ما كنت موجود ان شاء الله ان شاء الله اجيبكم الان الله خير حياكم الله حياكم الله الان بعد قليل ان شاء الله أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجر هذه الأفعال المنصوبة كلها يعني عطفا على المنصوب بعد حتى لن نؤمن لك نؤمن منصوب بلن التي تفيد التأبيد حتى تفجره يعني إلى أن تفجره أو إلا أن تفجره فلأن البعض يقول منصوب بحتى نفسها والبعض يقول بأن مقدرة بعده حتى مثل نعم من بغداد الأخ حسين تفضلوا ألو تفضلوا حسين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلوا العفو أكو آية يقول أنا الله سبحانه وتعالى نعم شو يقول يقول الظالم سيفي انتقم به و... هذه هي ليست آيه، هذه ليست آيه، ليست من القرآن أخي الكريم. نعم. أه الظالم سيفي انتقموا به وانتقم منه. نعم. إي هذا ليس ليست آيه، هذا حديث قدسي. إن شاء الله أشرح لك معناه، هذا ح... هذا. بس ح... إن شاء الله، إن شاء الله، لكن ليس من القرآن، حياكم الله، نعم. حياكم الله، الآن بعد قليل. إذاً والافعال الاخرى منصوبه عطفا على المنصوب بحتى أو, او تاتي الفاء بعد ذلك التي هي سببيه او استئنافيه واذكر لكم التفاصيل ان شاء الله في الحلقه القادمه. عندنا من الحلقه الماضيه الاخ عامر من بابل ذكرت لك اخي الكريم ان بعض الالفاظ مجمله وان بعضها مفصله. وقالوا من ضمن مفردات علوم القرآن المجمل والمبين أو المفصل، فبعض الآيات مجمله أو بعض الألفاظ تدل على معاني مجمله وبعضها تدل على معاني مفصله تأتي بالتفصيل، تسأل لماذا؟ هذا من من بلاغه القرآن الكريم ومن إعجازه أيضاً. أن الكلمات الموجزة تتحمل معاني كثيرة وللدلالة على أنها تريد يعني يراد منها هذه المعاني الكثيرة تأتي الإشارة إليها في المبين أو المفصل في مواضع أخرى نعم اتصال آخر الأخ حسين من بغداد حسين من بغداد تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شلونك؟ حياكم الله من معنا؟ أنا معك حسين حياك الله حسين تفضلوا والله <applause> حبيت أسلم عليك الله يحفظك بارك الله فيك بارك الله فيك <applause> شكرا لكم الله يحفظكم فهذا ايضا من دواعي البلاغه القرآنيه والايجاز غير غير المخل من مظاهر الاعجاز. واحيانا ياتي التبيين والتفصيل لحكمه، كل ذلك لحكمه ومصلحه. ام علي من بابل قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتوا التطير والطيره التشاؤم. كانت العرب ولعله عموم الناس مثلا إذا رأى غرابا يتشائم يتطير وإذا رأى أرنبا في طريقه يتشائم ويتطير لكن إذا رأى أفعى مثلا أو رأى كذا لا يتفائل به يقول الحمد لله الأمور جيدة أذا لا أخاف أنا هذا هو التطير أو التشاؤم أو التفاؤل والرواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لا طيرة في الإسلام الإسلام توكل على الله ولا تقول اليوم صادفني هذا أو صادفني هذا كما قال الكميت بن زيد الأسدي رحمه الله تعالى طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الشيب أو وذو الشوق يلعب ولست ممن ولم تلهني دار ولا رسم منزل ولم يتطربني بنان مخضب ولا السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أم أعظم يعني يقول أنا طبعا إذا رأوا غزالا سليم القرن قالوا هذا نتفائل به إذا جاء غزال أعظم يعني أحد قرنيه مقطوع يتشاءمون منه يقول ولا السانحات البارحات عشية أمر سلم القرن أمر أعظم ولم يعني الطير همه أصاح غراب أم تعرض ثعلب أبيات مشهورة له يقول أنا لست من هذا الصنف لأن العرب كانت معتادة أن تتطير وتتشاءم وتتفائل بحسب ما ترى القرآن الكريم لما حكى عن هؤلاء قالوا نحن تشاءمنا بكم صرنا إذا نراكم إما أن يمرض منا أحد أو يموت منا أحد أو ينقطع رزق أحدنا أو يتعرض أحدنا إلى كذا يعني يعني صرتم لنا مصدر شؤم معنى اتصال أم نور من كربلاء تفضلي عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله تفضلي أم نور العفو دكتور بخصوص آيه سورة يوسف آيه نعم. 29 نعم يوسف أعرضي عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين، انا آه سؤالي هنا شنو؟ الزليخه كانت كافره يعني هنا يوسف يقول استغفري ليش هي تعرف الاستغفار يعني؟ العفو شكرا جزيلا. نعم حياكم الله شكرا لكم شكرا لكم وصل السؤال. نعم. إذا إن شاء الله صار واضحا فرد عليهم رسل عيسى عليه السلام أو الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى إلى القرية قالوا طائركم معكم هذا شؤمكم معكم قبل أن نأتي أئن ذكرتم يعني لما ذكرناكم بالله صار هذا التشاؤم لا أنتم هذا معكم ملازم لكم منذ أن خلقتم منذ أن وجدتم لسنا سببا فيما يصيبكم أو ما يحدث لكم هذا معناه الحاج عزيز من السليمانية يقول يتعدد اسم الله تارة الله تارة في العربية الله في الانجليزيه قاد في الفارسيه والكرديه خدا وهكذا آه هذه هي في الحقيقه آه اخي الكريم سواء في العربيه او في, اللغة في اللغات الاخرى هو معناه المعبود الحق لان كلمه اله تعني معبود بدليل الالهه جمع اله سميت وهي أحجار أو شمس أو كذا سميت آلهة لأنها عبدت باطلا فأرادوا أن يميزوا المعبود الحق من المعبودات الباطلة فعرفوه بالألف واللام فقالوا الإله ثم كثر الاستعمال فحذفوا الهمزة تخفيفا فقالوا الإله الإله بحف الهمزة ثم أدغم اللام في اللام فصار الله كما تنطق الأعاجم ثم فخم اللام تعظيما لله تعالى فقالوا الله وفي الإنجليزية عندهم في لغتهم قد إذا كتبوه بالسمول بالحرف الصغير يعني جيب الصغير يعني المعبود عموما كل ما عبد فأرادوا أن يميزوا الخالق المعبود الحق عن المعبودات الباطلة فجعلوا الحرف الكبير يعني كابيتال لاتلي لله تعالى للخالق وجعلوا الحرف الصغير للاصنام الاخرى كذلك هذه كلمه قد في الدول الهند اوروبيه التي تشمل يعني الانجليز والالمان والايرانيين والاكراد وعموم الاتراك تسمى باللغات الهند اوروبيه المشتركه إما بالجي التي تنطق جي يعني الكاف المجهوره قد أو خود كما في الهولنديه أو خدا بالتقديم والتأخير كما في الكرديه والفارسيه هي كلها منشأها واحد هذا قد يعني لكن يختلفون في النطق في نطق بعض الحروف نعم فبالنتيجه هم يعبرون بلغتهم، لا يريدون ان يقولوا الله غيرنا، لا الله اسم علم، علم للذات المقدسه لذات الخالق تبارك وتعالى، فهم يعبرون بلغاتهم والعرب عبروا بلغتهم. شكرا لك اخي الكريم. ام حيدر من بابل، لماذا نذرت؟ لانهم مما اوحاه الله تعالى واخبرهم به أنهم سيرزقون ولدا عظيما فكانت تظن أن هذا الحمل هو عيسى هو الحمل هو الولد أو الذكر يعني العظيم الذي له من الشأن فقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا أي منذورا يعمل في المسجد فقط محرر حررته وجردته من أي عمل آخر سوى الخدمة في المسجد في البيت المقدس يعني فلما وضعتها انثى قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى الانثى كيف تستطيع ان تعمل في البيت مع الرجال البيت المقدس والمسجد يكون مرتادا من قبل الرجال فاتفقوا على ان يجعلوا لها بيتا خاصا في نهايه المسجد يقفل عليها لا يدخل عليه احد الا زكريا عليه السلام شكرا لك الاخ ابو عباس أه لعله من من بابل او من كربلاء من, من كربلاء نعم وتدلو بها الى الحكام يعني الى القضاة يقول للقاضي اعطيك مبلغ كذا واحكم لي وان كان الحق ليس لي فهذا الاكل ولا تاكلوا عمالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام يعني الى القضاة يعطى رشوة فيحكم لصاحب الباطل ويحرم صاحب الحق يحرمه من حقه هذا هو الاصل ولا يمنع ان تعطى الى عموم الحكام اذا كانوا من هذا القبيل لكن حكام الدول عموما هم بيدهم الاموال فيراد به القضاة بالذات يعني شكرا لك اخي الكريم عندنا الاخ حسين من بغداد الظالم سيفي ان تقم به وأنتقم منه من كيف ينتقم الله تعالى من الكفار من الطغاة من الفاسقين بأن يسلط عليهم الظالم، فالظالم بمثابة سيف لله ينتقم به من من عموم الكفار والفاسقين والظالمين، ثم ينتقم منه لأنه لما يبطش ويقتل ينقلب عليه الناس فيقضون عليه، فيكون هذا انتقام انتقام رب العزة من هذا الظالم، فتارة ينتقم ان به ممن يستحقون الانتقام ثم بعد ذلك يقلب الطاوله اذا صح التعبير عليه يقلب الامر عليه فينتقم منه عن طريق الناس او بما يشاء سبحانه وتعالى. شكرا لك اخي الكريم. الاخ حسير شكرا لتحيتك. عندنا سؤال اخير ام نور من كربلاء يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك، هذا كلامه مستغفري لذنبك. وكذلك كلام النسوة التي قلنا امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قلنا حاشا لله فقلنا لله حاش بناء على اللفظ القرآني حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم فيعرفنا الملائكة يعني عفوا فهذا جوابه واحد من أمرين بالنسبة على الأقل لمرأة العزيز هو سؤالك إما استغفري لذنبك بمعناهم يعني اعتذري الاستغفار يعني الـ الـ تقول استروا علي وانا آسف وانا اعتذر او ان امراه العزيز والنسوة اللاتي قطعن ايديهن وعموم ابناء علية القوم ما كانوا يعبدون الاصنام، كانوا يعبدون الله، لكنهم يماشون اقوامهم ويسكتون على عبادتهم لتمشية مصالحهم. بدليل ان الملك سرعان ما امن بنبوه يوسف عليه السلام، لماذا؟ لانه اصلا ما كان يعبد الهته قومه واصنام قومه فيمكن ان يكونوا هؤلاء يعني يعرفون الله لكن ما كانوا على دين واضح على واحد من هذين الامرين شكرا لكم جميعا ملتقانا واياكم ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.